رسمت قنبلة وولس على ورقة، وكل ما كان عليه عمله هو الحصول على قنبلة كبيرة وبسرعة كبيرة وقادرة على التعمق في الأرض. كانت الفكرة بهذه البساطة. في عام 40 كانت قنبلة كهذه تتطلب الإيمان، ولم توجد طائرة كبيرة لحملها. كان بارنز وولس مصمم طائرات وليس خبير ذخيرة، ولم تختبر أفكاره مسبقاً. لم تقتنع الحكومة البريطانية بالفكرة ورفضتها. لكن نقطة التحول بالنسبة لوولس تمثلت في نجاح اختراع آخر مذهل له، القنبلة المرتدة. لم يصممها وولس لتتخطى سطح الماء فحسب، بل لتتزود بتدويم خلفي يسحب القنبلة إلى تحت الماء، حيث يلحق انفجارها ضرراً فادحاً بالسدود الألمانية. عندما وقعت القنبلة فجرت السدود رغم صغر حجمها، واقتنعت الحكومة البريطانية أخيراً بأن حبس قنبلة داخل محيط صلب أو سائل يعطيها قوة أكبر مما لو سقطت في الهواء. منحت القنبلة المرتدة وولس المصداقية التي كان يحتاجها. في عام 43 عادت الحكومة البريطانية إلى رشدها أخيراً. بدأ إنتاج القنبلة الزلزالية. كانوا على وشك إطلاق أكبر قنبلة في التاريخ. كانت القنبلة الأولى أصغر مما خطط له وولس. طولها 21 قدماً ووزنها 12,000 باوند. كانت 5,000 باوند منها متفجرات قوية. أثقل شحنة متفجرة حملتها طائرة حتى ذاك. نفذ سرب سلاح الجو الملكي 617 الغارات الأولى. كان أحد أهدافهما الأولى حظائر الغواصات الألمانية في براست شمال غرب فرنسا. الحظائر المحمية بإسمنت مسلح سمكوه 20 قدماً كان يصعب تخيل كيف ستؤثر عليها قنبلة زلزالية. درسنا صوراً لحظائر الغواصات التي بدت كمربعات صغيرة على الميناء. وقد أخبرونا بأن نقوم بتدميرها أو إلحاق الضرر بها. شن الهجوم في الخامس من أغسطس عام 44. حتى قنبلة تولبوي لا تستطيع اختراق 20 قدماً من الإسمنت المسلح. لكن بسرعة 600 ميل في الساعة أحدثت القنابل فوهات عمقها 9 أقدام في أسطح الحظائر، وسببت موجات الانفجار الارتدادية فوهة أكبر في الأسقف أسفلها. كان ذلك غريباً، سلاح يستطيع تدمير جسم من دون اختراقه، مصحوباً بأمواج كعواصف بحرية صغيرة تهاجم من البحر. القنبلة جعلت قطعاً ضخمة من الإسمنت تتطاير في جميع الاتجاهات بسرعة هائلة. بعد هذا النجاح قرر قادة الحلفاء المضي قدماً وصنع القنبلة الزلزالية بالحجم الكامل. سميت القنبلة جراند سلام. كانت تحمل 22,000 باوند من المتفجرات وطولها 26 قدماً. كان عليهم إزالة أبراج الأسلحة وأبواب إنزال القنابل من الكسر لتحميل هذا السلاح الضخم فيها. استخدم أول مرة في 14 من مارس عام 45. كان الهدف جسر سكة بيلا فيلد الحديدية الذي كان يعتبر خط إمدادات حيوياً للقوات النازية. كان ألقي عليه حتى ذلك الوقت 3,000 طن من المتفجرات، لكنه ما يزال مستعملاً. عند النظر إليه على أي ارتفاع كان يبدو خيطاً رفيعاً، ومهما ألقيت القنبلة بحرص كان من الصعب إصابة الجسر. لكن ويلس قال إن جراند سلام سلاح ضخم ولا داعي ليصيب الجسر، عليه فقط أن يدفن نفسه تحت الأرض، بعدها سيطلق الموجات الزلزالية القوية وسيتهدم الجسر. فيما فشلت 3,000 طن من المتفجرات، نجحت قنبلة جراند سلام واحدة في لحظات. وقعت واخترقت الأرض وانفجرت، فانهار الجسر كأوراق اللعب.
استخدمت هذه القنبلة 41 مرة خلال الحرب، ملحقة أضراراً جسيمة كل مرة. كل هذا نتيجة رؤية وجرأة وعزيمة رجل واحد، بارنز وولس. لكن ما لم يكن يعرف هو أن أغرب الأسلحة كان يطور في الولايات المتحدة.